بسم الله الرحمن الرحيم، أخي الحبيب كيف ينزل عليك الرزق كالمطر؟ وأنا أعني ما أقول بالفعل، الرزق ليس من الضرورة أن يكون أموالاً أو ذهباً أو فضة، لا. أن يصرف الله عنك مرضاً هذا رزق وأهم من المال. أن ينجيك من شر حادث محقق هذا رزق أهم من المال. أن يصرف عنك الظلم والأذى أن يصرف عنك مرضا قاتلا هذا أيضا رزق كبير جدا وأهم من المال، أن يعطيك الصحة هذا رزق، أن يرزقك زوجة صالحة هذا رزق مهم جدا، أن يرزقك إبن بار، أن يرزقك جار صالح، كل هذه الأنواع من الرزق أنت يمكن أن تحصل عليها فقط بالتقوى. فقط الشرط هو التقوى، ان تتقي الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما معنى من حيث لا يحتسب؟ اي ان كل الحسابات التي تقوم بها وكل الافكار التي تنسجها وكل ما تحسبه ياتيك الرزق من حيث لا تحتسب ولا تدري ولا تعلم. باسباب بسيطة جدا ياتيك الرزق، لذلك كرر هذه الايه وطبق ما فيها من التقوى تقوى الله عز وجل وان شاء الله ستجد انواع كثيره من الرزق اهمها السعاده وراحه البال والطمانينه، احفظ هذه الايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه والحمد لله رب العالمين.